الترند الأول على جوجل النهاردة كان عن حالة الطقس، وده بعد التغيرات التي تشهدها حالة الطقس حاليا من عواصف وتوقعات بسقوط أمطار. أما الترند الثاني فكان للاعب محمد صلاح، وده بعد تساؤل عن سر عدم سعادة محمد صلاح بتسجيل ثنائيته في مباراته أمس. أما الترند الرابع فكان ترند دوري أبطال أوروبا. هتضرب هنضرب، هتكسر هنكسر، هتعمل ترند هنعمل ترند، ده شعار المرحلة بين أبو عبد الله وأبو أحمد. أبو عبد الله أول ما نزل ألبومه الجديد كل حياتي وكسر الدنيا، حاول أبو أحمد قال لك أنا تعبان ومش عارف إيه وأحبال الصوتية ملتهبة، وراح عشان يعمل ترند بأحباله الصوتية. رجع أبو عبد الله خد معاه دينا الشربيني في أحد حفلاته عشان ياخد الأضواء مرة أخرى، وبالفعل طلع ترند وبقى هو المتصدر. لقى أبو أحمد الموضوع ما فيهوش فايدة فتراجع وقال لك أنا بحضر الحفل الجديد في الجامعة الأمريكية يوم 9 نوفمبر. انتظر أبو أحمد قصد النجم تامر حسني في حفلته القادمة يوم 9 نوفمبر في الجامعة الأمريكية. الحكومة تظهر العين الحمراء لتجار البطاطس ومحتكريها وأصحاب الثلاجات الكبيرة. النهاردة وزارة الزراعة أعلنت إنها اتفقت مع جمعية منتجي البطاطس وتخفيض سعر الكيلو في المجمعات الاستهلاكية ومجمعات القوات المسلحة من إلى 7.5 جنيه و8 جنيه للكيلو بطاطس بجودة عالية، بعد الأزمة الأخيرة التي حدثت في سوق البطاطس وأدت إلى ارتفاع السعر الكيلو إلى أكثر من 15 جنيه. هذا التدخل من وزارة الزراعة في صالح المواطن ومن أجل السيطرة على الأسعار وكسر الاحتكار، وخلال الأيام القليلة المقبلة ستنخفض أسعار البطاطس إلى هذه المعدلات أو أقل إن شاء الله. أما الترند الأخير فهو ترند وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وده بعد الإعلان عن 10 شروط لحجز شقق الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي. في اللحظات الأخيرة انسحب المخرج باسم علي من تحضيرات مسلسل عالم افتراضي بطولة النجم أحمد السعداني، والشركة المنتجة دلوقتي بتبحث عن مخرج آخر. كان في مشكله ملاحظه مشكله كبيره جدا في اسعار البطاطس واسعار الطماطم، وشكوى متكرره من ربات المنازل في هذا الصدد. وزاره الداخليه النهارده عملت حاجتين، الحاجه الاولى انها نزلت حملات تموينيه ورقابيه على الاسواق بتستهدف الاشخاص اللي بيحتكروا هذا المنتج وبيسعوه ويرفعوا سعره. الحاجه الثانيه انها وفرت عدد كبير واطنان كبيره من سلعتي الطماطم والبطاطس في منافذها، منافذ امان منتشره على مستوى الجمهوريه. مش كده وبس، ولكن حركت كمان سيارات متنقلة بتحمل العديد من الأطنان للطماطم والبطاطس لبيعها بأسعار مخفضة بتصل إلى 8 جنيه. شركة سينيرجي فيلمز للمنتج الكبير تامر مرسي أدت قبلة الحياة للنجم أحمد عز بعد ما حصلت على فيلم يونس، وحيتم تصويره الفترة اللي جاية.